اي بالله قلها. علمتك هذا؟ اي والله خبرها اسلم. المهم اني انا اتضايق اتضايق اتضايق، يجيني ضيق اذا شفت امي مثلا بالمطبخ، اذا شفت امي مثلا عند الغنم تعلف انفجر. حتى مره من المرات جيت لقيت امي تشتغل، كان بيتنا مليان عماتي وخالاتي، زعلت تكلموا عماتي قالوا خل امك تشتغل، قلت لا تتدخلين بيني وبين امي، امي لا شفت تشتغل، امي تستريح، ما احب يا ولد ازعل لا شفت امي اما تطبخ ولا تعلف الغنم. في يوم من الايام كلمت اخوي الصغير قلت ميده انا بروح عندي شغل، بروح اجيب اغراض واجي اعلف الغنم. أيه. هو ما يقصر والله ما يقصر، لا تعال صغير عرفت قلت. المهم طال عمرك قال ابشر. رحت جيت اصيح في البيت يا يوم يا يوم يا يوم ما حد رد علي، لقيتها اي الا اخوي يلعب بلاي ستيشن. فتحت الباب عليه قلت وين امي؟ قال ارتاح الورع. فصلت السون هديت عليه شوي ورحت. يوم دخلت يا ريجي الا امي عند الغنم، طبعا طبعا معنا عندنا تيس يطمر الشبوك، عندنا طلي دليت يا ولد لو ان امي وهي ترضع الطلي يعود من وراها ينطحها. اي صح يكسر صح اي والله. فما ما داني ما احب امي تضر، اقول اذا يعني دائما رحنا للحلال اروح انا امي، امي دائما معي مع الحلال. بس ايش تسوي امي؟ تشرف عطوا ذي عطوا ذي ارضعوا ذيك يمك تشتحن، فاخذها معي انا دائما. بس انا ما تشتغل هي ما تحب الحلال، هي تحب الحلال بس اني انا اللي اشتغل، انا اللي اشل انا اللي احب، انت يا يوم خليه يستعينين بس. اسلم. المهم يوم جيت طال عمرك امي متكيه رافعه شو اسمه رجل الشاه ومجودتها وترضع الطلي. دخلت انا يوم دخلت قلت يا يمه والله انت طلعي، قالت خلني ارضعها يمه قلت والله انت طلعي. هدت علي قالت خلي خلي قلت يا يمه والله انت طلعي انا اللي برضعها، جعلني فتاس انا اللي برضعها. المهم طال عمرك الا الشاه قامت ترفس عاقبه امي، امي تسحبها وطالع في امي يا ولد. المهم اني خذيتها بالسياسه كذا لين طلعت امي، طلعت امي وصرفتها مع شو اسمه مع اخوك مع سعود. طبعا انا اذا انضغطت تجيني حاله هستيريه معي ضغط، اذا زعلت اذكر ان اخوي ارتاح سمعت صك الباب، اذكر اني مسكت الشاه قلت والله ما يجلس في ذا الشبك شعره كذا ارتاح. سعود طلع سعود صرف نفسه. طبعا دقيت على اختي كبيره متزوجه قلت ميدها، طبعا بعيد بيتها بيت اختي من بيتنا بعيد بعيد يمكن فوق 70 كيلو. دقيت على اختي قلت دقي على هل يجون الشيء تصرفي امي وجدتي وسعود اخوي، ما جا في مطر. رحت لعبت على امي قلت يا يوم خالتي عندها عشاء وعازمينكم. قالت امي يلا عشاياتنا احنا في الديره وشني نروح من بعد المغرب قبل على حزه المغرب يسيرهم. لا جا البيت قريب رجليه. ايه رجليه يروحون. طبعا ما اخفيك انه باقي على الحياه الاول، ديرتنا ترى على الحياه الاول. حلو هذا المساير والعصريه العصريه والمغربيه يمشون. الزواجات عندنا في الديره ترى تبدا من ظهر العشيات. إيه؟ من على حزه المغرب كل الرايح بورعانه تلقى عجز قاطعين الخط بورعانهم. راحت امي وجدي زين الجو دي. طبعا كنت ورع وقتها السالفه دي، انا ورع يمكن عمري وقتها 18 سنه قبل 4 سنوات شارب الهواء. ايه ورع ما 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 املك عقل، غلبتني الحزن على امي غلبني. وانت طال عمرك واروح لا والله فليتك ما يبيت ورع الا فليت رجال ما عليك سود. واروح للمصلخ وادخل على المصلخ طال عمرك سلام قال مرحبا. قلت طبعا غنم امي زينه. قلت ولد عندي غنم ابيك تجي تشتريها. قال من 300 قلت نصيبك تعال شري. اوف على الراس الواحد على الراس الواحد تخيل تدري كم باعها به يمكن يبيع الواحد بل، بس انا ما عندي وقت. هذا مغبول. اجى كرجع قال المصري ميدي انت صاحي؟ قلت لا ماني بصاحي. تعال شلها لا اذبحك تعال. واعود انا والمصري ويحاسبني طال عمرك على الحلال واقرش الحلال كامل، يعطيني فلوسي واخذ فلوسي ويحطها في مقبايش يشل الطريق. شل الغنم كلها لا يجلس شعره واحده. يا ولد اطيب العنق عندنا، اطيب الضان عندنا، الطليان كفو، المعزه كفو، التيس كل تربيه هزانه نخبه النخبه غنم كفو. المهم طال عمرك واحملها. قعدت يبكي اخوي الصغير. قلت البخ اسمع لك نفس. صغير وقتها عمر؟ اي صغير وقتها يمكن عمره 13 14. ياخذ الدرهم طال عمرك وانتك. عودت امي الساعه 10 9 عقب العشاء. عقب العشاء يوم عودت طال عمرك لاني ناطحها واسلمها الدرهم. يوم سلمتها الدرهم كتيب
العلم كذا 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 وانا قرشت الغنم كله. ارحب تعال. عقب قلت اي والله ليه مريض؟ قلت يوم والله اني ما بعتها الا اني تضايقت. ما بها تتعبت؟ ما بيس ما بيها تتعب شيء. الله يهديك امك. قلت اللهم وتاخذ امي الدراهم قلت جرب بيصلحك والله ما انساه. حسيت انها تضايقت من الشيء. ايوه المهم يوم جا اليوم الثاني يا ولد الا العجوز يا ولد ظهرت في الدكه تقهوى ودق على اختي تعالي سيري علينا. وتجي اختي تسير علينا بمراعاتها يتعدون في الحوش يا ولد الا خاطر امي مو بزين يا ولد. مو بزين كل مره. ايه يا ليل السرا واحاول الاحيها من الاحيها منا الاحيها منا الا لا اي على ظهر سالفه الاحي العجوز منا الاحي العجوز منا الا ما شعلوا ارجع انا مصري. اي والله اعود ايش اسمه لامي قلت يوم اللي مضيق خاطر شنو قلت والله طبعا الام عظيمه جدا مستحيل انها تقول ما قايلها ذلك. اي ما قايل بس انا فهمتها ولا احيها طال عمرك لمده اربع ايام خمس ايام ابي العجوز تسلم مثلا. اعود طال عمرك واروح لواحد من الربع عنده حلا والله نعم. ما عليك اروح اطق لي طال عمرك غنم. دريت لي مشين خاطرها. دريت لي مشين خاطرها الغنم. اروح اطق لها بغنم طال عمرك واسوقها والله اني مدخلها مغرب يشهد علي الله اني حتى يوم فتحت الباب. اذكر 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 السالفه زي ما قلتها. لا لا اسلم اسلم. اي انت رحت الرجال اسلم اسلم خذيت ابو محمد يقول لبيه. جت هي. نعم أنا ينتظر هناك. يلا تم الله وكبر ما عاد بهلا 13 لا دخل. لا والله عندك يا ابو الحي انا لي اسبوعين ما عاد اجي. انا ما اعرف شيء ما اعرف شيء ولا اسلم اسلم بينك تسوقها. انا طارق اسوق الغنم انا واخوي الصيد نسوقها. شريت الغنم وجبتها واسوقها 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 لين فتحت الباب واحطها في المرحة واجي عند اخوي الصغير الصوت واجي عند اخوي الصغير وترى ظاه بثلاث شوهات تحتها ثلاث طليان قد ديلك انت. اروح يوم جيت لامي تصلي المغرب يشهد علي الله اني مصلي جنب نواحي الغنم المغرب سني عاين اصواتها بالحوش اصلي المغرب اروح الا ذا الوالده واسلم على امي عندنا جدتي فك الليل ما في الجزاز. اي والله اعلم الوالده قلت يوم تعالي بدال الغنم اللي راحت هنا يا غنم وافتح الباب يوم شافت امي الغنم قالت تقول يا الله قلت يا رجال في المغرب انت على ربي اشرح صدرك الله يوفقك قلت صدر سيوم غير شرط هنا ذا الحين نكتب قرار الناس ما تدخلين على الغنم ولا تعترضين ولا تجينا. قالت يمه كان مروس منها قلت ما تجينا سعود عني قال سعود سعود شربنا له. يا حليلك يا سعود يا حي ذاك الراس والله انا ممتاز. قال سعود اقول الزهليه هي الزهليه ما لزم الله يحفظها يا ابو محمد. كانت العلاقه حلوه انا يوم تعلمت السواقه تعلمت السواقة طال عمرك وأنا في خامس ابتدائي والله العظيم أمي ما تسوق بس والله العظيم ما كان يعلمني الإشارة في السيارة المسجل المكيف التعشيقات الأم كنت على دنات حاجة أطلع الوالدة من الباب لهم رح سو افعل رح سو افعل والغنم للشيبان طيبة هذه دعوتهم. يا سلام الله يخليها لك ويخليك الله لك الله أمي الله أمي ترى الحلال للشيبان طيب شوري عليكم. أقول لكم معلومة واحد اشتغل مع الحلال وباع وشرى لو يبيعها 100 مرة ويغنيها الله يرجع ويشريها. نعم خذ العلم. نعم. بهاجر وتكب الحلال تجي الرياض والله انت تشريها. انت تشتري والله انت تشتري والله يا ذا العين انا اعرف العين ذي انا اعرفها سلطان منكم اشليه يوكلك اصبر خلينا نرجع واحد الرجال يوم